وعن عبد الله بن بصر المزني رضي الله المازني رضي الله تعالى عنه أن رجلا أي أعرابيا رواية حدثك لي بعض أن رجلا أعرابيا نرمية أي قال يا رسول الله وعن رسولك الله يو إن شرائع الإسلام إسلامك واجبات كيسي شرائع جمع شريعة وأحكامت إله الدجية دوميس أوصاره مركا أما صنها النقطة أما واجبها النقطة حلال يا حرام وحدونها النقطة إن شرائع الإسلام شرائع الإسلام كأسلام وحي يقربي قد كثرت علي ويقبضتي فأخبرني وحاد إيشكتا بشيء حكم إيشك يذكري أتشبث بي أن ربهم كله أجرك أن شرائع بين كهر لان أن كهر قال نبي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي وقال حديث حسن وحديث سوق بيه مختصر حديث غير بؤها حديث كوحوها لبن رمية أي النبي قويمد مركز النبي الله مد مد بوح النبي الله وحان رباه أي الرجال أفضل رجع يا أقيم بدن نبي حور من طال عمره وحسن عمله رجع هو نجزن وابن آدم حوقيم بنك عمل كسون الديرادو عمل كسون أوصب أوصب بنادو نينك اللباد بوحور نبي الله قرآن كوا يقو أذق يا برشديس شرايع دنا وا يقو بضطي هول إيه فضط وان مل صار إيه شيء تد كان أنكو قارو نين كان تنبوي نين كان تنبوي دو سوقا تي سحابه أما ترمي دو سوقا بيوي نبي حور لا يسا لا يزالو يوسن كزول لسانك عرب كادو رطبا مدقيا انو يهي من ذكر الله إله حسك سوكا قيا هذه يكور عرب كذا إلهي كحسويو ذكر إله هموغانين هموغانين رواية حدك إلهي أي العمل أفضل وإنك أنتم به سؤال شيسة نبع الله عمل محاوفة البدن أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله الدنك إنا تكفر وضو النف بحضه ويكادر يرتو النفطا عبددا أو إلهي حسوي توحيد ثاني يوم وشهادة إلى كوتو سيو لا يزال يسنكز لسانك عربك رطبا وكقيا من ذكر الله إلى حسك سراه والترمذي قال حديث حسن حسن وعن جابر رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال روحي إلى هذا سبحان الله وبحمده سبحان الله إلهي باهوفن وبحمده أصوه لبا مهثنوي غرست وحالو تلاله له أدون كازي إلهي كحمدية إلهي ننزهي نخلة تمر بالله تلاليا في الجنة جنا الله تلاليا جيت تمر أيا الله تلاليا على حديثه وحيشين جنده قيبنا وابحدا ودر يجدا إله كبوحي قيبا بنان وإلى ذا قيبها بنان أذونك صالحة عمل كلي ما دي إله يقول دوا هذا ثواب كذا لقول لسهايا أو لقول تلاليا أو يكب حيزة نخلضنا هذا محلو دورتي واجيت ككلية مال الحور عن لاي عودي سو لامه سو قنتي سو قسكي سو وحاصلنا والله استعماله سو والبول لو ديف سو مضو أنفعها هيا تريدي سي حديس إلا الله أنت أقر ريسا والله ديف قاب كلا دون بالله استعماله مريه سنة وركي سبا جوا من هدونك أقيمة بدن انت سو نوع مرة بصري بون نقون بلحي بون نقون رطب بون نقون كدمنا تمر بأسو بدلية وكي نبي كشبهي روح مؤمن كا جيدها وحكشبه وأجيهاي تمرتا رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما قال عبد المسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم إبراهيم بان لكل ما أبه إبراهيم إبراهيم الخليل ليلة أسري بي هبينك الليل ميي بان لكل ما إبراهيم فقال وحوري أبونا إبراهيم وحوري يا محمد محمد وهو الكساد أقر أمتك مني السلام أقر أمتك أمضى يقرسي مني أنا السلام سلام يقرسي أمضى يقول السلام أمضى يقول السلام وأخبرهم حاضر شكتا أن الجنة الجند طيبة التربة إن عيد وناكسن وعر وناكسن وعرسن ضلق كبحة وحي لقلي لغو أبو روسوب وذي طيبة التربة وعيد وناكسن تايو رول بيرد وي عذبة الماء وين بيه معان تايو ودي بيه وحلو معان بيه معانا حريدة وحلو ورابي وابحة عرزي الماء هايو هي بيه خلال ودناء وأنها أيضا هصي يشي قيعان رول بنان وي قيعان كوا جمع وقاع ورول كبنان إن جيد ينقاد وسنكؤ لحقنا السمن
ميسكاس وكلاء أيا قيعانك اللي هذا وأنها قيعان ويبنان تهي جنّد رول كذنو وابنائي هاي قيد كميال النقار كميال عوس كميال وإن غراسها شيء قال لقد تلالنا وحاوي تلال كذي أبور كذو وحاوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر راه الترمذي وقال حديث حسن غريب بقدري حديث حسن غريب حافظكم حول الترمذي حديث السند ضعف كجري وهو حسن أجري لشواهده شواهد دوره لي صدرت أبو حسن أجري أبو حاتم الرازي يا صاحبك أبو زرعة الرازي على الكذا وحين رجح حديث كأنه مرسل يا هاي وهو من حديث القاسم ابن عبد الرحمن عن رسول الله قاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن رسول الله أو صحابي الآن للشيخين إنه مرسل إياه بين الرجحين أيهو الكاسي لم مريض وذلك المحقق أنا وذو جيدان وحيدا يلي موسى طابن من فلية حديث كان مركة ذاهر كسلا في ريو ذاهر كسو إشكال معنوية كجرة ذاهر كيسو حديث ذاهر كسو إشكال معنوية كجرة وذلك سوحاد مودا إنه القرآن ككهر إيمان أيوه جنات تجري من تحت الأنهار بقرآن ككبضا وتفكا وجنات ألفافا نواد قرن إسان قرآن قرآن كحوش يقى الجنات بيو وبيا الدردور أيان وإلا قا السعودان وفردام السعودان وقيدا ميدان ووحوى البقوية حديث أنه حولي الجنات نقار إسكدا تفع عوسكم أيال وأنها قيعانه إشكال كود فانتين بيلته إشكال كود كاسو كإيماني إشكال معنوي أجره اللهم إن لا يدا هذا وحلو جيدا جندا بركة وأنها قيعان وأن بعضها أما بعض أرض الجنة وقيعان ليدا حنو عسكر إنها وش أيضا حديث الجوري سلمان الفارسي بأجره سلمان الفارسي الجوري وطبعا أوري منذري حافظكم أي تحسيني يا إن في الجنة قيعانا فأكثروا من غرسها جنة وحكويا لما يلبى البنان بكويا جيدا بدن هيا لتلاتي من البنان بإلى ذاي وهذا مسلم كلا جربا إن لستؤد أبو رتو ودلك هذا صبع نبي الله محمد أبو را نبي حور بديه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر حديث كاسا عبينا إن في الجنة قيعانا جنة ودم باب بنان ما هي جنة ميلا بنان بدل كيدو ليه هو مركا القرآن كيو حديث كسمة اسم الدين ذي معناها سا يا مدائن الرؤية على اتحال سنة كحديث كوحكون إلى عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي بكجرة ضعيفة وحنا حديث كورنا يا عبد الرحمن إسحاق الواسطي أبو شيبة وكورنا عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قاسم ابن عبد الرحمن أبي وحكم أم قلبا ليلة ذا عبد الرحمن إسحاق الواسطي أبو شيبتنا وضعيف ترى قدنا عيلك وحوشي قرائب كيس وحوشي أفراد يسو أنه تفرد به وحالة تفرد عبد الرحمن إسحاق الواسطي با لا تفر عن القاسم به سنة كضع في قاسها كجرة حسن غريب ترمذي وحكوة شواهد بدون بعد كولي أبو شيدا شواهد بدون طيورنتي